مديرية المصراخ، قصة جمال وروعة لا تنتهي. فهي تجمع بين المدينة والريف بأرضه الزراعية وطرقه التي يتمنى الزائر ألا تنتهي، وهو يمر إلى جوار منازلها الملتصقة بالجمال الرباني اللامتناهي والذي يتمثل بالشجر والزرع والحيوان. وإبداعات المواطن الذي ورث الزراعة أبا عن جد. أهم المزروعات التي تزرع في مديرية المصراخ الهند، الذرة، البر، الطماط، بعض الخضروات والفواكه بالذات في فصل الصيف. زيارة واحدة لقرى المصراخ المتناثرة على أحضان جبل صبر تبعد عنك الهم وحزن الأيام، وتعيد للزائر جزءا من زهرة شبابه التي ذبلت مع حرب وأزمة عصفت بالعمر والجمال، والذي رسم هنا من قبل فنانين لا بنائين لقرى ومنازل تعلو فوق السحب شموخا ورفعة وجمالا لا يرى كثيرا إلا في المصراخ، وتحديدا في أكمة حبيش ومنطقة هريشة الأكثر جمالا وعلوا ووفرة بالمنتجات الغذائية المختلفة. المصراخ تتميز بأنها توجد فيها ما يقارب 356 صنف من أصناف الأشجار المزهرة التي نستخدمها نحن أيضا كنحال في تربية النحل، وتعتبر المصراخ من المناطق التي تلفت إليها المناحل من جميع محافظات الجمهورية اليمنية لما يوجد فيها من تنوع في البيئة وتنوع بيئي وأشجار غير عادية وكثافة الأشجار بشكل متميز عن بقية أصناف عن بقية المديريات الأخرى. وفرة كبيرة في الأشجار المتنوعة جعلت من قرى المصراخ قبلة للنحالين، كما أصبحت المديرية أيضا قبلة للمنظمات الدولية والإنسانية لما يتوفر فيها من أمن وأجواء جاذبة من السلطة المحلية التي تعمل جاهدة على خدمة أبناء المديرية وجعلها نموذجا للنجاح كما كانت نموذجا للمقاومة والتحرير.